رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي منورنا طبعا في الاستوديو استاذ ابراهيم داوود مدير تحرير الكوره والملاعب. مساء الفل على حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اكيد منورنا كالعاده في قناه النادي الاهلي. عايزين طبعا في الاول نتكلم عن المباراه القادمه، مباراه القمه 117 نادي الاهلي والزمالك، مباراه اللي هتكون يوم السبت القادم على استاد برج العرب في اسكندريه الساعه 7 مساء. هي مباراه من العيار الثقيل طبعا، لكن الاهلي عودنا دايما ان هو يعني بيكون حاضر في المواعيد الكبرى. هي هو من مباراه السبت هي يعني احدى هذه المواعيد الكبرى. لو تتذكري حضرتك في اخر لقاء كان بيننا في كلام في الميديا، انا قلت لحضرتك ان هيجي على يوم 30/3 وهيكون الفرق تقريبا شبه متلاشي بين الاهلي والزمالك. كان وقتها الفرق 6 نقاط بالظبط بين الاهلي والزمالك، لكن اهو التوقعات تحققت والفارق اصبح نقطتان فقط بين الاهلي والزمالك. المباراه اللي جايه الاهلي مش بس نجح في انه يقلل الفارق، لكن نجح في ان هو يصدر القلق والازمه للمنافس. صحيح. دي بانت في تصريحات مسؤوليه، بانت في تصريحات الجهاز الفني، بانت في حتى في نظرات اللاعبين الموجودين في نادي الزمالك في الساعات اللي فاتت. فلقينا بعض التصريحات بتصب بقى، بدات مبررات لما بعد المباراه. يعني بعض الناس او بعض المسؤولين قالوا ان الاهلي في ساحر. ففعلا الاهلي مش فيه ساحر واحد، الاهلي فيه سحر. الاهلي عنده ساحر نيجيري كبير اسمه جونيور اجاييه، الاهلي عنده ساحر تونسي كبير اسمه علي معلول، الاهلي عنده سحرة مصريين بطعم الفول والطعميه زي رمضان صبحي وزي حسين الشحات وعدي من الاسماء الكتير. صحيح. اللي هي كانت سحرة الاهلي طول تاريخه. عوضنا ان هو عنده صحرة كبار، مين ينسى السحر الكبير محمود الخطيب بكل اللي قدمه للكرة الأهلوية والكرة المصرية في السبعينات والثمانينات. صحيح طبعا. مين يقدر ينسى ماجيكو؟ مين يقدر ينسى الماجيكو محمد أبو تريكة واللي قدمه من عطاء، وهو جعله أحد هداف القمة، بل بالعكس هو هدافها التاريخي. صحيح. الاول برصيد 7 اهداف. صحيح. طيب خلينا نرجع لفتره الاستعداد لمباراه القمه اللي كانت في النادي الاهلي، والمباراه طبعا الوديه اللي اتعملت مع شبين وديه شبين. شفت الاستعدادات ازاي لمباراه القمه؟ وكمان اكيد لو ملاحظ الفتره دي في تدريبات مغلقه تماما، مفيش اي حضور اعلامي، مفيش اي حضور لاي صحفيين، محدش عارف اصلا يعرف اللي بيحصل جوه التدريب في الفتره دي. في حظر اعلامي على كل اللعيبه، حتى حظر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيهم. الاهلي عودنا في المواجهات الكبرى او في المواعيد الكبرى ان هو بيحافظ على اهم ميزه بتميز فريق النادي الاهلي، وهي التركيز. لازم يبقى التركيز موجود، لازم يبقى حاضر، لازم الجهاز الفني يخرج اللاعبين من حاله الضغط اللي شفناها، ان لسه كنت بحكي لحضرتك ان هي انتقلت الى المنافس بوضوح شديد. ف حرص الاهلي كجهاز فني ان هو يحافظ اللاعبين على حاله التركيز، هو ده كان سبب الاغلاق الاعلامي اللي حضرتك بتتكلمي عنه. صحيح. الاهلي كمان داخل المباراه باعتبارها انها مهمه، ولكن هي مش نهايه العالم. هي في النهايه مباراه ب3 نقاط، وده اللي عودنا دايما ان هو يخرج من تصريحات من مسؤولي الاهلي سواء في مجال الاداره او في مجال الجهاز الفني. شفنا التصريحات دي متكرره كتير في عهد العظيم مانويل جوزيه. كان دايما قبل مباريات القمه بين الاهلي والزمالك بيحافظ على التركيز الشديد، بيغلق اعلاميا على لاعبته، لكن في نفس الوقت كان بياكد لكل اللاعبين اللي موجودين عنده من اكبر لاعب لاصغر لاعب ان المباراه دي بتحمل اهميه، ولكن هي في النهايه ب3 نقاط. صحيح. ده اللي شفناه. صحيح. على مدار التاريخ شفنا يعني مدربين كتير قوي مروا على النادي الاهلي، في منهم المدرب اللي ليه كاريزما اللي ساب بصمه كبيره، طبعا يمكن اهمهم مانويل جوزيه. يعني هم كسر، بس مش كسر قوي اللي سابوا البصمه، او كان عندهم او كانت حاضره بوضوح فكره الكاريزما عندهم. مين يقدر ينسى العظيم هيدي كوتي؟
ممكن مين يقدر ينسى ديتريش وايسا؟ مين يقدر ينسى مانويل جوزيه؟ طبعا بكل صحيح. ألقابه وبطولاته وإنجازاته اللي حققها مع النادي الأهلي. تفتكر لسارتي ممكن يكون مدرب عنده شخصية شبيهة بمانويل جوزيه؟ واضح إن هو ماشي على خطى المدربين أصحاب الكاريزما أو المدربين اللي ممكن نتوقع إن هم يتركوا بصمة، وبصمة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي. شفناه ده بوضوح في ثلاث حاجات مهمة. أولا علاقته باللاعبين علاقة مميزة جدا، نجح في فترة بسيطة جدا ان هو ينقل الشعور العادل لكل اللاعبين سواء اللي بيلعبوا او اللي ما بيلعبوش. ده بان في تصريحات، دايما الاعلام بيبقى معني قوي بتصريحات الناس اللي ما بيلعبوش او على الدكة او خارج التشكيل الاساسي. تعالي بصي على تصريحات صالح جمعة، تعالي بصي على تصريحات احمد الشيخ، تعالي بصي على تصريحات العاديين من الإصابة زي احمد فتحي، بصي على تصريحات الناس دي كلها، هتحسي بقد ايه حجم المدرب ده ومدى تأثيره على الفريق. الجزئية الثانية هو السعي ان هو يطور الأداء، وده شفناه في مباريات كتيره نجح مارتن لاسارتي ان هو يتدخل ويطور الاداء. كمان الاستقرار الفني، يعني دول الثلاث حاجات. الاستقرار الفني احنا شفناه بوضوح في مجمل المباريات اللي خاضها لاسارتي من ساعه ما خاض الفريق في اول لقاء اللي هو امام بيراميدز حتى اللحظه، هنلاقي ان في حاله من الاستقرار الفني موجوده. دول الثلاث حاجات او ثلاث عناصر اللي نقدر نقيم بيهم اي مدرب، واللي بكلها المؤشرات كلها في صالح لاسارتي يعني. صحيح. طيب لو سالتك عن اداء اللعيبه اللي انضموا للمنتخب الدولي في مباراه النيجر ونيجيريا، لعبت النادي الاهلي تابعتهم؟ طبعا تابعنا التجربتين، يعني التجربتين ما نقدرش نحكم عليهم قوي، لكن انا واحد من الناس كنت شايف ان خطا كبير جدا ان هو كان يضم لاعبين من الاهلي والزمالك خصوصا من مجموعه الاساسيين. يعني هنلاقي ان هو ضم من الاهلي صلاح محسن، صلاح محسن في الفتره الاخيره ما كانش اساسي في فريق النادي الاهلي، لكن ضم معاه اثنين انت بتحتاجيهم بشكل اساسي اللي هو عمرو السوليه ومحمد هاني. صحيح. على الجانب الاخر ضم جنش ده حارس مرمى، وضم اعتقد طارق حامد، والثالث اعتقد محمود علاء. العناصر دي يمكن ربما لو كانت تركت لمباراه الاهلي والزمالك كان المردود الفني على اللاعبين دول من الناحيه الفرديه كان هيبقى اعلى كتير جدا من مشاركتهم في مباراه تحصيل حاصل ثم في مباراه اخرى وديه. صحيح. يعني ايهما كان مردوده الفني هيبقى اعلى؟ طب خليني اسالك بشكل عام عن لقاء منتخبنا الوطني ونيجيريا، المباراه الوديه اللي اقيمت ما بينهم، شفت اداء منتخبنا ازاي؟ اداء باهت نتيجه ان اللعيبه يعني في عناصر كتيره بتنضم لاول مره. صحيح. ما نجحش انه يخلق التوليفه الصح. من باب التجربه كان يعني كان المفروض ان هو يشارك كل اللاعبين الجداد في الماتشين بهدف انه يخرج بلاعب او باثنين، يبقى هو كده دي محصله الاستفاده الفنيه من التجربه. لكن تعالي شوفي المردود السلبي بقى. المردود السلبي في لعيبه الاهلي والزمالك تحديدا، سمعنا ان عمرو السوليه تعرض لارتشاح في الركبه، سمعنا ان محمود علاء تعرض لفتح في الحاجب. طيب ده تاثير سلبي على اللاعبين. كمان ان انا احط لاعبين في حاله من حالات الاجهاد الغير مبرر قبل مباراه من بالحجم الكبير ده، اعتقد ان هو شيء سلبي. لكن بنقول ان الاهلي في مباراه القمه بشكل عام برغم ان هو انسحب منه بعض اللاعبين للمنتخبات الدوليه زي علي معلول وزي جيرالدو وللمنتخب الوطني زي الثلاث اسماء اللي قلناهم، وكمان المنتخب الاولمبي رمضان صبحي وكريم نيدفيد هو مش هيشارك في الماتش، والثالث اللي هو ناصر ماهر. التوليفه بتاعت الانسحابات الدوليه دي ربما يكون مردودها مش ايجابي قوي، خصوصا ان برضو المنتخب الاولمبي كان بيشارك في وديات مش كان يعني استاد امريكا وهولندا. هل كمان حصلت مشاكل في وديه هولندا امبارح ما بين الفريقين، كان في مشادة ما بين او اشتباكات بالايدين ما بين المنتخبين. كل ده لو كان ارجئ
الى ما بعد مباراه القمه، ربما الاحتياج الفني انا مش شايفه ان هو كبير جدا، او المردود الفني هيبقى سواء على المنتخب ده او على المنتخب ده. لكن تعالي نقول ان الـ 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 الاهلي باكر ان شاء الله هتبقى اكتملت كل الصفوف، كل العناصر رجعت، كل الفريق حاضر في المشهد، هيخوض مران جماعي الخميس والجمعه ان شاء الله قبل المباراه، هتبقى كل العناصر اكتملت، والمفاجاه اللي بينتظرها الجماهير من لاسارتي واللي هو وعد بيها في مباراه القمه ان شاء الله تكون حاضره في المشهد يعني. صحيح طبعا، اكيد احنا بنتمنى ان النادي الاهلي كده كده يحصل على الثلاث نقاط، متصدر باذن الله ترتيب الدوري المصري ممتاز، وبفرق هدف او بفرق نقطه عفوا لصالح هو النادي. من عجائب الارقام ان الاهلي والزمالك التقوا قبل كده في حوالي 232 لقاء. صحيح، الاهلي حقق الفوز في 99 لقاء، والاهلي وصل للفوز في 99 لقاء في لقاء الدور الاول الموسم الماضي اللي انتهى بفوز الاهلي 3-0. الرقم 99 الاهلي بيسعى لتحطيمه والوصول به للمباراه الفوز رقم 100. يعني الاهلي لو حقق الفوز في مباراه السبت ان شاء الله هيبقى وصل للفوز رقم 100 في تاريخ لقاءات او مواجهات الناديين. لكن هو الفوز ان شاء الله يبقى الاهلي وصل للفوز رقم 44، الاهلي وصل سبق انه حقق 43 فوز او 43 انتصار في مواجهات القطبين في الدوري، في مقابل 26 انتصار للزمالك ومقابل 47 تعادل بين مواجهات. برضه من المفارقات الموجوده ان في نفس اليوم، يوم اللي هو 30 مارس، كان في برضه مباراه اقيمت ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، بس ده يعني يمكن 73 تقريبا، 1-0 للاهلي انتهت المباراه بالنتيجه دي. فنتمنى ان شاء الله ان نفس النتيجه تتكرر لكن في 2019. الاهلي بيبحث برضه في المباراه دي عن الهدف رقم 339 في تاريخ مواجهات الناديين، لكن هو الهدف رقم 144 هيبقى في الدوري ان شاء الله. لو لاحظتي ان 44 و144 هتلاقي ان الرقم 4 متكرر. هل يا ترى الاهلي هينجح في انه يسجل 4 اهداف في مباراه السبت؟ نتمنى. خلينا نرجع نشوف الارقام والاحصائيات دي لكن بعد الفاصل. لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا، ولسه منورنا دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير الكوره والملاعب، منورنا طبعا مره ثانيه، برحب بيك ثاني. كنا بنتكلم عن ارقام مهمه جدا في لقاءات القطبين، لقاءات الاهلي والزمالك. قلنا ان الاهلي بيبحث عن الفوز رقم 44 في الدوري، لكن هو الفوز رقم 100 في تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك سواء وديه او رسميه في كل البطولات. فطبعا الفوز رقم 100 هو فوز غالي يعني، اكيد بيحمل رقم مهم يعني. كمان الفوز في الدوري ان هو رقم 44 ده برضو رقم مهم جدا، لكن بنشوف ان الاهلي سجل في الدوري 143 هدف. صحيح. فهو بيبحث عن الهدف رقم 144، وقلنا ان 44 زائد 144 في تكرار للرقم 4، فهل ده يعني من حسن الطالع ان يكون في رقم 4 في ماتش السبت الجاي وان الاهلي يستطيع ان هو يحقق الفوز بالأربعة؟ وارد. الحاجة الثانية ان الاهلي لو جاب جون واحد بس في مباراة السبت اللي جاي هيبقى وصل للرقم 146، للرقم 146 تهديفيا مش 144. بس ليه؟ هو الاهلي سجل في شباك الزمالك 144 هدف، لكن اتحسب له هدفين اعتباري. ده حصل امتى؟ سنه 1999 لما انسحب الزمالك قدام الاهلي، لما كان الحكم مارك باتا، وكان المدير الفني لنادي الزمالك كان وقتها كان حكم فرنسي، كان المدير الفني كابتن فاروق جعفر، وقرر الانسحاب، فاعتبر الاتحاد الكرة ان الزمالك مهزوما 2-0. فيبقى الاهلي سجل 143 هدف شرعي، 2 هدف اعتباري، وان شاء الله نشوف الهدف 144 او 146 في تاريخ مواجهات الناديين. الاهلي سجل رقم مهم جدا وكبير في تاريخ مواجهات الناديين، سجل 338 هدف. ف
مجرد احراز هدف في مباراه القمه هيكون الهدف رقم 339. طيب بنشوف في مواجهات الناديين بنلاقي ان في 65 لاعب من الاهلي سجلوا في شباك الزمالك. 65 لاعب. اشهرهم على الاطلاق محمد ابو تريكه. صحيح. يليهم طبعا ناس كتار، منهم طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، عندنا الكابتن حسام حسن، وزمره طويله من اللاعبين اصحاب الاهداف والبصمات في لقاءات القمه. لكن هل مرشح العدد 65 ده ان هو يزداد في لقاء السبت؟ اكيد. أيوة. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، لان احنا بنبحث عن اللاعب رقم 66 في تاريخ مواجهات الناديين. تتوقع مين اللاعب اللي هيتالق اللي هيكون نسر المباراه في لقاء القمه 117 يوم السبت؟ احنا عندنا كتير ممكن يتالقوا. عندنا ممكن يكون اللاعب رقم 66 ده مروان محسن. عندنا ممكن يكون اللاعب رقم 66 رمضان صبحي. صحيح. عندنا ممكن يكون اللاعب رقم 66 حسين الشحات. عندنا طبعا جيرالدو ممكن. مش شرط انه يكون هو الهداف، او ممكن مش شرط انه هو يكون صاحب الهدف، ممكن يكون بيلعب في مركز اخر في صفوف النادي الاهلي، ممكن يكون صانع الهدف. المهم ان ال11 لاعب والثلاثه الاحتياطي ال14 مرشحين ان هم يشاركوا في هذا اللقاء، ان هم يكونوا مصدر البسمه لجموع الاهلاويه. الاحساس بالمسؤوليه مهم جدا، التركيز حاضر ومش بعيد من عن المشهد خالص، لكن الاهم ان احنا ان الحاله اللي راقبت عليها لعيبه الاهلي ان هم مش شاعرين بالضغط، هم شاعرين بالمسؤوليه، شاعرين بالجديه، شاعرين بالتركيز، لكن مش شاعرين بالضغط. الضغط ده تم تصديره بامتياز للمنافس، سواء هو اللي صدره لنفسه او اخرين صدروه ليه. صحيح. طيب خلينا بعيدا بقى عن القمه 117، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكلل فيها بثلاث نقاط وتصدر بعدها باذن الله ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويكون في فرق ما بينه وما بين وصيف الدوري، وقتها ان شاء الله يكون الفرق بينهم نقطه. نرجع بقى ونتكلم عامه عن العاب اخرى جوه النادي الاهلي. لسه طبعا فريق طايرة النادي الأهلي سيدات فازوا باللقب العاشر الأفريقي ليهم على مدار تاريخ مشاركتهم، وكمان باللقب الثاني ليهم على التوالي. يمكن البطولة دي اختتمت يوم الاثنين اللي فات أول امبارح، مباراة كانت يعني أكثر من رائعة، كانت مليانة روح فظيعة. الجماهير اللي كانوا موجودين جوه الصالة المغطاة صالة عبد الله الفيصل كانوا يهزوا الصالة كلها، كان ليهم طبعا دور كبير جدا. الصالة دي تحولت الى صالة تاريخية على فكرة، صالة سمو الامير عبد الله الفيصل رحمه الله، ان هي بقت مصنع الالقاب مش بس للنادي الاهلي ولكن لمصر. صحيح. احنا بنشوف ان فريق الكرة الطايرة من شبه انكسار في البطولة العربية، ازاي من رحم المعاناة دي بيطلعوا وبيغيروا وجهة النظر تماما، وبيأكدوا ان هم عنده حسن الظن سواء جماهير الاهلي او حتى المهتمين بشأن كرة الطايرة في مصر. استطاعوا ان هم يحققوا البطولة دي بامتياز، لدرجة ان احنا تصورنا ان البطولة سهلة. البطولة ما كانتش سهلة على الإطلاق، كانت غاية في الصعوبة، لكن تحدي بنات الأهلي بالأخص كمان المباراة النهائية. كمان المباراة النهائية بالذات. صحيح. دي تجلت فيها عبقرية إن في كوتش هايل موجود في النادي الأهلي كابتن حمدي الصافي. صحيح. اللعيبة الكبار دول شروق وآية لاعبات على قد المسؤولية، وكاترينا وكتار جدا، وفريدة العسقلاني. صحيح. يعني بصراحه هم تفوقوا على انفسهن في هذه البطوله يعني. صحيح. وطبعا احنا هنتكلم كمان ان البطوله دي تم تنظيمها في النادي الاهلي، التنظيم كان اكتر من رائع اكيد زي ما حضرتك. هي دي المسؤوليه التاريخيه دايما للنادي الاهلي، خصوصا في اللحظات اللي بيحتاج الوطن فيها لان يكون في حد في ظهره او مساند ليه. الاهلي ما عودناش على الكلام لكن عودنا على الفعل. صحيح. من ساعه إنشاؤه أو من البذرة الأولى أو اللبنة الأولى فيها 1907، وهو نادي أنشئ من أجل الحركة الوطنية. نادي أنشئ عشان يقاوم الاستعمار ويقاوم الاحتلال انتصارا للوطن. هو برضو شايف أن الوطن مصر بيحتضن العمق الأفريقي من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الحالية. هو بيروح ينظم فعاليات في قلب القارة، بيقول ان مصر هي اللي بتحتضن عمقها الافريقي كله
مش بس استضافة، استضافة بنجاح، استضافة بإشادة من كل الوفود، امتياز. وهو ده الأهلي، هو ده الأهلي. يمكن حضرتك كمان، أنا حضرت حفلة الافتتاح وحفل الختام، يعني كان التنظيم أكتر من رائع وعلى أعلى مستوى، حتى في فكر جديد، في أفكار مختلفة في تقديم الفرق المشاركة، في تقديم البطولة بطريقة عمرها ما حصلت قبل كده. شفنا تنظيم أكتر بصراحة من رائع. من يا شيما، من أول الكلمة بتاع رئيس اللجنة المنظمة اللي هو الكادر الواعد في النادي الأهلي مهندس محمد سراج، من اول كلمته انا قلت ان البطوله دي هتبقى ناجحه. صحيح، هو لحد مشهد الفينالة او مشهد الختام، وجود الكابتن محمود الخطيب في المشهد الاخير، هي بطوله اثبتت ان الاهلي عظيم، وعظيم بزياده، يعني مش بس في تنظيم بطوله زي دي، كمان أكيد. الاهم ان استعاده الاهلي لجمهوره، حتى والجهود الكبيره جدا اللي اتبذلت عشان نقدر ان احنا ندخل العدد ده من الجمهور، العدد ده من الجمهور، وان هو يكون مثالي ومنظم ودافع لفرقته. بنشوف ان الاهلي كان خسران شوط ثم يحضر الجماهير بهذه الاعداد. صحيح. يتغير المشهد كله وتقول الامور في النهايه لصالح المارد الاحمر. صحيح صحيح، اكيد بنشكر طبعا كل طبعا تحيه اعزاز وتقدير لكل اللي قاموا على تنظيم هذه البطوله، ومش بس اعلاء شان الاهلي وقيمته في الحياه الرياضيه المصريه، ولكن اعلاء شان الرياضه المصريه عامه. اكيد طبعا، يعني طلعت بشكل مشرف جدا للنادي الاهلي وكمان لمصر. طيب نرجع بقى سريعا للكوره مره تانية بعيدا عن الكوره الطايره، وطبعا الف مبروك لسيدات الطايره، سيدات النادي الاهلي اللي باذن الله ان شاء الله يقدموا المزيد من الانتصارات والنجاحات في السنين رجال المقبله باذن الله. الطايره برضو ان شاء الله، ويمكن رجال الطايره كمان هيبتدوا يوم 1 ابريل البطوله القادمه، وبرضو هيتم تنظيمها في النادي الاهلي تحت اشراف برضو مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تطلع بطوله برضو كادر هايل جدا في مجلس اداره النادي الاهلي، واعد جدا جدا جدا. انا بتوقع ان برضو ان شاء الله ان بطوله الرجال انها تكون يعني على نفس المستوى بل اكثر تميزا ان شاء الله باذن الله. طيب سريعا للمنتخب الوطني الاول بقى، احنا يمكن اتكلمنا سريعا عن لقاءات النيجر ونيجيريا، لقاء النيجر اللي احنا قلنا ان هو كان تحصيل حاصل، انما لقاء نيجيريا هو كان لقاء ودي انتهى بهزيمه منتخبنا بهدف نظيف، وده بيعتبر اول او بتعتبر اول هزيمه لاجيري. زي ما انا قلت لحضرتك، انا ما اعتقدش ان المردود الفني اللي تحقق من اللقاءين مردود فني عالي الجوده، الا هم لو كان هو من الاساس قرر ان هو يخوض المباراتين بزاويه اي عنصر من العناصر الاساسيه الموجوده معاه، لو كان هو عمل كده كنا هنقول ان هو نجح بامتياز في ان هو يطلع من التجربتين بعنصر او اثنين او ثلاثه من باب التجريب يعني، لكن هو عمل لنا خلطه كده، الخلطه ما كانتش ناجحه طبعا لان هي مش كلها من العناصر الاساسيه، وما كانش عنده الوقت الكافي ان هو يدخل عناصر، يعني يعمل الهارموني او الانسجام بين العناصر الجديده والعناصر الاساسيه، فبالتالي طلع مسخ في اللقاءين بصراحه. يعني ما يعني الناس في الشارع مش مبسوطه لا من اداء المنتخب في مباراه النيجر واللي كانت ممكن نتعرض فيها الهزيمه لو كانت ضربه الجزاء دخلت، ومباراه نيجيريا اللي سجل في مرمانا هدف بعد دقيقه واحده. فانا كنت شايف لو كان ركز اللعيبه دي في مباراه الاهلي والزمالك والمحترفين في انديتهم الاوروبيه. طب لو سالتك عن مين اللاعب اللي لفت انتباهك سواء في مباراه النيجر او نيجيريا؟ يمكن عمار. عمار حمدي. عمار حمدي بس يمكن معار دلوقتي للاتحاد السكندري، يمكن هو اللي لفت انتباهي شويه، ان هو برغم حداثه سنه لكن مش هيب الموقف اعتقد، مع ان هم يدوا له مزيد من الفرص، لكن هل اجيري في القادم الايام او فيما تبقى حتى تنظيم البطوله هيدي فرص لعمار والغير عمار عشان خاطر يظهروا بالمظهر الكويس وينسجموا بنسبه 100%؟ ولا ما بقاش في وقت خلاص؟ ما بقاش في وقت للاسف، ما بقاش في وقت. كنا بنتكلم النهارده عن المعسكر الاخير قبل امم افريقيا، واتكلمنا ان هيكون في وديتين او ثلاث وديات بالكثير قبل لقاءات مصر قبل بدايه البطوله، بالتاكيد ان هيكون المعسكر ما قبل البطوله ده في 25
25 26 لاعب عشان اوصل في النهايه الى 23 لاعب اللي هيخوضوا معايا البطوله. فالاختيارات هتبقى في اضيق نطاق يعني، بالتاكيد هتبقى في اضيق نطاق. شايف مين منافس قوي لمنتخبنا الوطني الاول في بطوله امم افريقيا اللي هتقام هنا على ارضنا؟ القرعه هتحكم جزء كبير جدا من الحدوته دي، لانها 12 ابريل ان شاء الله. ان شاء الله لكن في من على الاطلاق احنا عندنا نيجيريا، عندنا الكاميرون، عندنا السنغال، عندنا المغرب، عندنا تونس، كل دي من الفرق الجزائر. اللي يعني بس انا بتكلم على اللي هيبقى فيها صدام مباشر اذا القرعه جنبتنا او لم تجنبنا وجعلتنا نواجههم اعتبارا مثلا من الادوار المتقدمه زي دور الثمانيه مثلا. صحيح صحيح. طبعا دكتور ابراهيم يعني حضرتك نورتنا اكيد كالعاده في كلام في الميديا، بشكرك جدا على وجودك معنا، وان شاء الله بقى يعني الحلقه القادمه نقعد ونفتكر ان قبل قمه 117 كنا بنتكلم وكانت توقعات حضرتك ان هيكون في 4 اهداف. ان شاء الله باذن الله النصر للاهلي والمجد للاهلي. انا سعدت بيكي يا شيما وبسعد باللقاء دائما بيكي. كل الأمنيات الطيبة للأهلي في لقاء السبت المقبل، أن يحقق وأن يكلل الله مجهودات لاعبي في النهاية بالفوز بإذن الله. يا رب إن شاء الله. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهاردة في كلام في الميديا، أشوفكم إن شاء الله يوم السبت اللي جاي. لا مش السبت بقى، السبت إن شاء الله نفرح مع بعض بفوز النادي الأهلي بإذن الله وتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز. أشوفكم يوم الأحد اللي جاي في حلقة جديدة من كلام في الميديا. أشكركم جدا على حسن المتابعة ويوم سعيد عليكم.